فيها العاب السيلف ديفنس على مستوى العالم، ودخلت الالعاب دي الدول العربيه، وده طفره جميله جدا تدي فرص كويسه جدا لكل الناس، اللي هي يبقى في فرصه اللي احنا نعمل يعني منافسات خارجيه وداخليه كتير، لان في ناس الاول كانت بتبقى محكومه من بعض الالعاب بحكم طبعا ان هم ما لهمش فرص في الالعاب اللي كانت معتمده من قبل كده. وعلى سبيل المثال مثلا في اللعبة الأولى اللي كانت منتشرة في مصر، كانت أول لعبة الملاكمة، ويليها مباشرة لعبة المصارعة، وبعد كده طبعا دي على مستوى الدول العربية عموما، ولعبة الكاراتيه، ولعبة الجودو، ولعبة بعد كده التايكوندو. طبعا المنافسات كانت فيها محدودة لناس معينة بحكم إن في ناس عندها مهارات وتميز في ألعاب الدفاع عن النفس ما تنفعش في الألعاب دي. فكانت الفرصة في التسعينات للعبة الكونغ فو، وطبعا فتحت مجال كتير جامد أوي. وانت طبعا يا كابتن حمادة كنت من الأبطال في هذه اللعبة من أول ما انت درب هذه اللعبة كلاعب، وكنت في يوم من الأيام بطل فيها. طبعا بحكم الواقع اللي احنا فيه الواحد بيتكلم الأمر الحقيقي اللي هو يعتبر يعني فعلا الشباب البارز في السيلف ديفنس وعلى رسوم الكابتن حماد عبد الغني. شكرا كابتن، مش قوي يعني. طبعا انتوا الحمد لله رب العالمين بجد فعلا، يعني ما اكتفيتوش على الكونغ فو بس، وانت كنت من اول الناس في مصر اللي جاهدت ورحت سافرت بره وتعلمت الكيك بوكسنج والمواي تاي، وده فرض علينا اللي احنا فعلا بجد نحترم المواهب الرياضيه، ومش شرط السن الكبير، اهم حاجه العلم، واحنا كلنا متفقين ان الكبير ليس في المجال الرياضي. احنا هنتكلم على الوحدة التدريبية كنبذة مختصرة، لان طبعا اي حاجة في علم العلوم عموما لازم يكون في وحدة، والوحدة هدفها يا اما تدريب يا اما تعليم يا اما استشفاء. فانا هتكلم على الوحدة التدريبية كشيء بيزكس اساسيات لمجال التدريب، ودي بتعتمد على الأهداف الأساسية اللي المدرب بيقوم بها والواجبات اللي هو بيعملها. إيه هدفه من التدريب؟ هدفه أنه يصنع بطل، يصنع راجل ذو لياقة بدنية الكل يشوفه يقول عليه راجل رياضي، يعني يوصل لمرحلة اسمها الفورمة الرياضية. عشان نوصل للمرحلة دي في واجبات أنا لازم ألتزم بيها. بيبقى مثلا على سبيل المثال مدة التدريب بتاعنا المعتاد في معظم الألعاب الرياضية وليكن الوقت بيبقى من ساعتين لساعة ونصف لساعة وتلت. فأنا هقول في نبذة مختصرة عن التدريب لمدة ساعة وعشرين دقيقة، بحيث إن يكون الوقت قليل في التدريب بسبب الأوقات اللي احنا فيها، الأمراض والأوبئة اللي احنا طبعا كلنا أصبنا بهذا الفيروس على مستوى العالم، وربنا يزيل هذا الوباء من العالم أجمعين ويزيحه عنا لكي نرجع كما كنا في الأيام والسنين الماضية. الوحدة التدريبية اللي هنتكلم عليها لمدة 120 دقيقة، أول شيء أنا ببدأ به في التدريب اللي أنا بستقبل اللاعبين. استقبال اللاعبين ببشاشة وبدون عصبية وبتبسم وبحسن استقبال، وده في حد ذاته بيعمل عائد أو رياكشن رد فعل جميل على اللاعب المنافس، بحيث إن هو لما يبقى جاي ويلاقي المدرب في الحالة السيكولوجية بتاعته عالية جدا ومستريح نفسيا وبدنيا هيستفاد منه علميا في مجال التدريب. ولذلك أنا أتمنى إن المدرب قبل ما يوصل لمكان التدريب، سواء كان دوجو يعني قاعة التدريب أو كلاب نادي أو قاعة أو صالة رياضية، قبل ما يوصل لابد إن هو يفصل كل أموره الخاصة بحياته الاجتماعية وحياته الشخصية، ويتفرغ للعمل اللي هو هيبني فيه شباب بحيث يكونوا على علم صحيح وفائدة عظيمة إن شاء الله. أول شيء أنا بستقبل فيه
الجزء الاول الجزء التمهيدي بيبقى بستقبل فيه اللاعبين بيبقى وقته في الغالب من 5 لـ10 دقائق، بسلم على اللاعبين، بطمئن على حالتهم النفسيه، على الحاله الصحيه، بشوف اللاعبين الغائبين، بشوف اللاعب المصاب اللي عنده اصابه او اللي عنده اي مشكله نفسيه، لو عرفت ان انا اعالجه بسرعه وادخله في مود التمرين يبقى شيء طيب. عندوش الاستطاعه اللي هو يكمل التدريب ممكن ياخد يعني جنبه ويركن يقعد فيه يستوعب الوحده التدريبيه اللي انا حمرنها حتى لو بالمشاهده. بعد كده الجزء الثاني في التدريب اللي هو فترة الإعداد. فترة الإعداد بتستغرق من 30 إلى 40 دقيقة، بيبقى فيها طبعا جري، استرتشات، تمرينات توافق عضلي عصبي، تمرينات رشاقة، تمرينات توازن، تمرينات تحمل، تمرينات مرونة، تمرينات سرعة، تمرينات قوة، بحيث أنا بهيئ اللاعب أولا نفسيا، ثانيا بدنيا، عشان لما يشتغل معايا يبقى مفيش أي عواقب أو أي إعاقة بتعكسه أثناء التدريب. اللاعب بالظبط بيبقى معايا في أثناء الفترة بتاعة الإعداد زي الآلة أستخدمه، زي الآلة بالظبط، يكون معايا سلس، ما يكونش معايا في أي أمر من الصعوبة. بعد كده نيجي على الجزء الرئيسي في التدريب وهو العمل الأساسي في مجالنا، سواء كنا هندرب مواي تاي أو هندرب كيك بوكسينج أو أي نوع من ألعاب الدفاع عن النفس. أنا عملت فترة الإعداد من 30 إلى 40 دقيقة. الوحدة الأساسية أو الفرع أو الجزء الرئيسي بيبقى غالبا من 50 ل 70 دقيقة. عبارة عن إيه؟ عبارة عن تكنيكات وأداء ومراجعات على الأساسيات اللي دايما في ما فيش لعبة في الدفاع عن النفس إلا ولها بيزكس. يعني الكيك بوكسينج أساسياته إيه؟ اللي أنا أهتم باللكم والركل. طب المواي تاي أساسياته إيه؟ اللي أنا بهتم باللكم والركل وضرب الكوع، بتكلم باللغة العربية طبعا، وبالني اللي هي الركبة، وطبعا الأداء اللي فيه توافق حركي عصبي، اللي أنا بستخدم الكوع مع الإيد، الكوع مع الجنب، الركبة مع الجنب، الركبة مع الإيد، الكوع مع الرجل. ده كله من تدريبات التوافق العضلي العصبي. أنا لما أعمل الوحدة التدريبية الرئيسية اللي هو الجزء الرئيسي من 50 ل 70 دقيقة بهتم بالبيزكس. بعد البيزكس اللي هي أساسيات اللعبة سواء كانت كيك بوكسينج أو مواي تاي، ببدأ أعمل جرعات تعليمية للحركات الجديدة اللي أنا حدها للاعبين، وأعيد على الحركات أو المهارات الأساسية اللي هو خدتها قبل كده من لكم وركل وكوع وركبة. بدي تكنيك بيستفيد منه اللاعب لو هو عمله مع نفسه في مكان تدريب ما فيش حد معاه، وعمل لنفسه تدريب زي شادو، بيعيد على المهارات مع نفسه. أنا دلوقتي في أثناء التدريب بديله الحركة، ولكن أنا في كنترول عليه، عيني عليه، بشوفه بيأدي الحركة صحيحة ولا مش صحيحة. بعد ما بياخدها وهو من الثبات، ياخد الحركات دي بالتحرك، وبعد كده مع الزملاء اللي موجودين معاه في مكان التدريب. تم كده الحركات مع الزملاء، بيضطر يستخدم الأجهزة اللي موجودة من سندباجات يعني مثلا الصدادات والمتات وكل ما هو خاص بأداء المهارات. تم الجزء الأساسي اللي هو من 50 ل70 دقيقة في الوحدة التدريبية. بضطر في الآخر، آخر هذا الجزء، اللي أنا بجيب اللاعبين وأعمل معهم فترة منافسات داخلية. الهدف من فترة المنافسات الداخلية إيه؟ أول شيء اللي أنا بعمل إجزام على اللي أنا مرنته للاعب واللاعبين في الفترة الماضية. تاني شيء بشوف سرعة الاستجابة للاعبين. ألو؟ ألو؟ تفضل معاك. تفضل. في حد؟ حد أنا سمعته سألني أو حاجة زي كده يعني. لا لا لا، هو بس طلع صوت من غير ما ياخد باله. تفضل. ولا يهم حضرتك.
فأنا دلوقتي باجي في الجزء اللي هو بعد التعليم طبعا، وبعد التحرك، بعد التعليم من الثبات والتعليم بالتحرك والتعليم مع الزملاء أثناء الملعب، باجي أتعلم على الأدوات والأجهزة اللي خاصة بضربات واللكمات وضرب الكوع وضرب الركبة. بعد كده بعمل المنافسات. إيه المنافسات؟ المنافسات اللي أنا بشوف اللاعب في الفترة الماضية استوعب مني ولا استيعابه ضعيف. وطبعا كلنا لازم نراعي في أثناء الوحدة التدريبية أمر أساسي اللي هو الفروق الفردية. في لاعب مجرد ما أنت بتأدي قدامه اللكمة أو الركلة أو مهارة الكوع أو مهارة الركبة، بيبقى بسم الله ما شاء الله عينه زي الصقر ومنتبه وتركيزه عالي. مجرد ما بتأدي قدامه بيأدي زي انت ما بتأدي بالظبط. حتى لو انت أديت خطأ، اللاعب بيأدي خطأ لأن هو زي ما بيقولوا كده ايه، مركز معاك بدرجة 100%. وفي لاعب تركيزه 75% زي التقديرات اللي احنا بنحطها في المجاميع بتاعت العلوم المواد التعليمية. وفي لاعب بيبقى يعني مقبول أو جيد، وفي لاعب بيبقى مش معاك نهائيا. فأنت في فترة المنافسة الداخلية اللي عندك في أثناء الوحدة التدريبية بعد انتهاء يعني قول مثلا ثلاث أرباعها من أداء المهارات والتحركات ومع الزميل وعلى الأجهزة، بتقيس بتعمل قياس وتقويم لمستوى اللاعب في الفترة الماضية وفيما هو مستجد من هذه الوحدة اللي خدتها في اليوم اللي هو في الوحدة التدريبية. مراعاة الفروق الفردية من أهم أساسيات الوحدة التدريبية. أنا لما براجع مع اللاعب اللي عنده انتباه وذكي وشاطر في استيعابه للمهارات وأداء الركلات وأداء اللكمات وضرب الكوع والركبة، بحكم إن دي محاضرة خاصة بالمواد الجزء الرئيسي في الوحدة التدريبية اللي كلنا هو ده الهدف. يعني هو المراد إن أنا بطلع النادي أتدرب بوكسينج. بقى قبل ما بتدرب بوكسينج المفروض في حسن استقبال من المدرب، بيقابلني مقابلة لطيفة، ما يقابلنيش مقابلة غير لطيفة يخليني يعني. طبعا انتوا عارفين ان اللاعب الرياضي العامل النفسي عليه 90% من أداء اللاعب الرياضي. لو اللاعب نفسيا مش مبسوط او حصل له ضرب في العملية السيكولوجية، مع احترامي لحضراتكم، لو فيسيولوجيا A1 كل ضرباته وركلاته وأداؤه وأجهزه العصبي وجهازه التنفسي ممتاز، ونفسيا سيكولوجيا مش مظبوط، اعرف ان التدريبة دي ملهاش لازمة ليه نهائيا. ولذلك انا بقول اول حاجة في الوحدة التدريبية حسن استقبال اللاعبين. يا اخي يعني حتى زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه اخيك صدقة. ولا انا كلامي غلط؟ ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. انت لما بتستقبل اللاعبين بابتسامه جميله وتطبطب عليه، اللاعب نفسيا بيرتقي، اللاعب نفسيا بيصل لمرحله احلى حافز له ان يلاقي المدرب في وشه: الحمد لله على السلامه، عامل ايه، اخبارك. وفي ملحوظه كمان عشان نوصل للناحيه السيكولوجيه تكون عاليه جدا اثناء الوحده التدريبيه، مع احترامي للجميع واحترامي يعني، وطبعا ان في اساتذه هنا فاضل كبار، طبعا الكلام ده مش موجه ليهم لانهم وصلوا فيما يعني يتمنى اي انسان في المجال الرياضي دلوقتي، ناس اساتذه. انا بتكلم على المدربين المعادين اللي هم حاليا دلوقتي ياخدوا الدوره التدريبيه معانا. يا كابتن، في حد بيسال؟ في خربوشي، كابتن خربوشي، ايه قفل خلاص عالمي، ممكن يكون ما خدش باله. بس في ملحوظه عايز اقول لحضراتكم عليها، انتوا كناس كبار، انا طبعا سمعت ناس فيكم ناس كويسين، ولكن الكابتن حماده هدفه الاول والاخير ان الكبار يعلموا الصغيرين. في مدربين بسم الله ما شاء الله جايين حاضرين الدوره ولازم يطلعوا منها بفايده علميه ممتازه قوي. اهم شيء في المحاضره بتاعت او في الوحده التدريبيه وفي المحاضره بتاعت شرح الوحده التدريبيه، انا بهتم بشيء هو سيكولوجيا رقم واحد وهو أساس من أساسيات التدريب. إيه هو؟ حضور المدرب رقم واحد في الملعب. المدرب لما يجي متأخر أو يجي يلاقي اللاعبين جاهزين، مع احترام لحضراتكم جميعا،
ومحدش يزعل مني من الاخوه العرب، واحنا كلنا عرب وكلنا دم واحد، ومصر ام العروبه وهي بلدكم كلكم. يعني هي للاسف الصفه دي او السيستم ده او النظام ده متواجد في العرب. طبعا الكابتن حماده اتعامل مع نفس اوروبا. التدريب الساعه 6 بيبقى المعلم الكبير موجود في الملعب الساعه 6 العشر، مع احترامي لحضراتكم. ممكن يكون في العالم العربي، طبعا احنا بنتكلم على العالم العربي عموما، مش مقصود به غير مصر او مقصود به مصر عموما، المدرب بيجي قبل ما يلاقي اللعيبه كلها واقفه في وسط الملعب كده، هز اللاعب سيكولوجيا اثناء التمرين. لما انا ادخل الاقي اللاعبين كلهم واقفين مستنييني، اوعى تفكر بالك ان اللعيبه هتديك، مش هتديك حاجه، لان اللاعب اصلا نفسيا انت كده وترته. اللاعب لما يكون جاي ومحضر نفسه وشال شنطه التدريب ومحضر كل ادوات التدريب معاه، ويدخل الملعب او مكان التدريب سواء كان دوجو قاعه او صاله او مكان نادي، وما لقاش المدرب نفسيا في كده عنده يعني هزه في الناحيه النفسيه بتاعته، مش كامله سيكولوجيا، مش كامل، متوتر، مفكر المدرب جاي النهارده ولا مش جاي، طب هو في الطريق، طب هيوصل، طب ممكن يحصل دروب ويتلغي التمرين النهارده. ده كده اثر على اداء اللاعب اثناء التدريب. يبقى رقم واحد عندي في التدريب اللي انا اوصل للنادي كلاعب الاقي المدرب بتاعي هو اللي قاعد مستنيني منتظرني. انت مش منتظره عشان حد يقول عليك انك انت مثلا يعني فاضي، لا، انت ليك هدف في دماغك اللي انت منتظر اللاعب عشان تبسطه سيكولوجيا اول ما يدخل التمرين يلاقيك في الملعب هو نفسيا معنويا بيرتفع ويكون في قمة الروعة، وخد منه احسن اداء، لان وجودك في الملعب قبل المدرب قبل اللاعبين عطى لكل من هو دخل عليك حافز معنوي جامد قوي يخليه يأدي في الملعب زي ما انت عايز. تاني شيء، اول اللاعيبه ما تدخل تلاقي المدرب حسن الاستقبال. يعني ايه حسن الاستقبال؟ لما بدخل التمرين الاقي المدرب لابس لبس التمرين، سواء كان لبس مواي تاي او لبس كيك بوكسينج او اي لبس رياضي احنا كلنا بنلبسه خاص بكل لعبه رياضيه، ما عندوش لبس رياضي بيلبس التريننج الرياضي كشكل رياضي، ده نفسيا بيعود عليك كمدرب بالاداء الرياضي الكويس مع اللاعبين، وبيعود على اللاعب لما يدخل ان هو هيلاقي المدرب هيشتغل معاه. غير لما ادخل انا بقى على التمرين الاقي المدرب اي نعم منتظرني في الملعب، بس لابس لبس رسمي، بدله وكرافته، لابس بنطلون جينز وشوميز مثلا قميص، لابس جزمه بتاعت خروج مش لابس كوتشي تمرين. طبعا ده كله بيعكس الناحيه السيكولوجيه على اللاعب. حسن الاستقبال بعد المظهر بقى، انك انت تنادي على اللاعب اول ما يجي، هو كده كده في بروتوكول معروف في كل الالعاب اللي هي خاصه بالدفاع النفسي وبالاخص الالعاب الاسيويه، التحيه لكل لعبه رياضيه. اللاعب بيخش يدي لك التحيه، انت ما تتحيهوش وانت قاعد مكانك على الكرسي، حتى لو انت راجل اكبر منه ب 30 سنه واللاعب ده عنده 10 سنين 5 سنين، تقوم تقف له وتبتسم في وشه وتدي له التحيه وتطبطب عليه وتقول له اخبارك ايه؟ تمام مبسوط كويس؟ الواد يقول لك حاضر تمام مبسوط، قول له اتفضل غير لبسك او ايه؟ مثلا انزل الملعب اللي هو جايب اللبس بتاعه جاهز. ده هيعود عليك ككوتش او كراجل معلم بان العائد اثناء الملعب اللي انت عايزه من اللاعب هتلاقيه مع اللاعب. ده الناحية النفسية إن المفروض إحنا نكون مطبقينها، وجودنا في الملعب قبل اللاعبين، حسن الاستقبال للاعبين قبل ما يدخلوا الملعب. ثانياً لما اللعبة بتكتمل حضرتك بتقف في وسطهم في وسط الفريق وترحب بيهم وتشرح لهم الوحدة التدريبية لفظياً إزاي. النهاردة إن شاء الله يوم الحد أو النهاردة يوم السبت مثلا، أنا هبدأ التدريب بتاعي الساعة 4، هننتهي الساعة 5:30 أو الساعة 6 مثلا. هنبدأ التدريب بتاعنا إن شاء الله يا أولاد بالحضور والغياب لكل الناس، نتمم على الناس اللي حاضرة. دايما المدرب بيبقى معاه أجندة خاصة باللاعبين، كاتب فيها أسماء اللاعبين بالكامل والمراحل السنية ومستوى اللاعبين في الفترة الماضية والفترة الحالية، أول اللاعب ما جه مستواه كان إيه، ولما اتدرب مستواه وصل إيه، وحاليا دلوقتي مستواه إيه، وكاتب مرحلته العمرية بالتاريخ الميلاد
وكاتب اسمه ثلاثي، وكاتب لو عنده أي مشكلة خاصة باللاعب من عملية تربوية من ناحية المدرسة، لو هو مثلا مقصر في الناحية العلمية يكتب إن هو ضعيف علميا ومحتاج دايما تحفيز من المعلم، الولد عنده مشكلة في الجسم من ناحية العضوية، دراعه تعبه، عنده إصابة في رجليه، عنده كذا، يكتب ده كله قصاده، عنده ضعف عام محتاج غذاء، يكتب ده كله قصاده. كل الحاجات دي بترفع من معنويات اللاعبين وبتدي المدرب قيمة أمام اللاعبين. اركن أولياء الأمور على جنب، أنت ما بتمرنش اللاعبين عشان ولي الأمر ينبسط منك، أنت ما بتمرنش اللاعب عشان الأب والأم يقول عليك إن راجل، إنك راجل مدرب ممتاز. أنت أولاً ربنا من عليك بالصحة وتعلمت لعبة رياضية دفاع عن النفس، عندك قوة بدنية، عندك شخصية قوية، عندك بتعرف تتخذ قرار كويس، بقيتك راجل قيادي، فده فضل ونعمة من ربنا عليك. ثانياً أنت بتراعي ضميرك، بتخاف من ربنا قبل كل شيء وأنت شغال في الوحدة التدريبية. ثالثاً أنت بتعمل عمل بتطلع جيل محترم، جيل بناء، شباب يبقوا أبطال يتباهوا بيك زي ما احنا بنتباهى بأساتذتنا والإخوة الأفاضل الكبار اللي موجودين دلوقتي من الدول. أنا حبيت أسمع لهم كلهم، كل واحد فيهم راجل فاضل وراجل محترم، ذكر سيرته الذاتية وذكر أساتذته اللي كانوا في يوم من الأيام علموه المجال اللي هو فيه ألعاب الدفاع عن النفس، سواء كان من سوريا أو من العراق أو من جميع الدول الشقيقة. كل واحد قال أنا اتمرنت مع فلان، حضرت تدريبية مع فلان، دورة تدريبية روحنا حضرناها، فبيذكر الناس اللي علمته. فأنت هيجي يوم من الأيام كراجل كوتش، راجل معلم، هتتذكر بالخير طالما أنت نيتك الأولى والأخيرة أنك تصل لمرحلة أنك تأدي ما عليك بأنك تعلم الرسالة اللي ربنا يعني علمها لك بسبب الأشخاص اللي علموك، تعلمها للناس عشان يذكروك بالذكر الحسن وتكون قدوة لهؤلاء اللاعبين. استقبال اللاعبين وإنك تتمم عليهم بالحضور والغياب وإنك تراعي الناحية النفسية وتراعي المرضى وتراعي المصاب وتراعي الغائب وتتمم ده كله، ده في حد ذاته بيخلي الروح في أداء التدريبات الرياضية عالي جداً. بعد ما بنوصل للمرحلة دي وكنا بنتكلم على المركز الأساسي اللي هي الوحدة في أثناء من 50 ل70 دقيقة اللي هو الجزء الأساسي اللي هو هدفنا إحنا أساساً من التدريب، راح يلعب كاراتيه بيتعلم أساسيات وكاتا وكوميتيه، راح يلعب كونغ فو بيتعلم السندا والأساليب، وراح يلعب ملاكمة بياخد البوكس والشادو بوكس، راح يلعب المواي تاي بيتعلم أساسيات الإيد وأساسيات الرجل وأساسيات الكوع وأساسيات الركبة، راح يتعلم الكيك بوكسينج بيتعلم أساسيات اللكم وأساسيات الركل. الوحدة الجزء الرئيسي في الوحدة التدريبية هو خلاصة اللي أنا هعمله مع اللاعبين واللي اللاعب جاي من بيته عشان يستفاد منه، زي بالضبط كده لاعب كرة القدم قبل ما بينزل الملعب بيعمل إيه؟ أول شيء بيبقى طالع من بيته على النادي، بعد كده بيغير ويوافق يدي التمام للمدرب، بعد كده بيعمل فترة الإعداد، بعد ما بيعمل فترة الإعداد هو هدفه وهو طالع من بيته أن يلعب كورة برجليه، بعد كده يبدأ ماتش الكورة. كده الولد في أعلى شيء من المود الرياضي، أعلى مزاج، أعلى روقان، وأعلى يعني هو كده مزاجه عالي قوي لأنه لعب الكورة اللي هو طالع من بيته أساساً عشان يلعب الكورة. دلوقتي الولد اللي جاي من بيته عشان يلعب كيك بوكسينج يلعب مواي تاي هو هدف ان هو يقف ويضرب اللات ويؤدي، فكده وصل لقمة المزاج الرياضي او المود الرياضي اللي هو طالع له وهو ده هدفه الاساسي. لما انا بوصل للمرحلة دي انا كده اديت ما عليا من واجبات واهداف، عملت الجزء التدريبي المطلوب مني بما يرضي الله وبما هو واجب عليا وكما ينبغي. بعد كده حضرتك بعد ما بتخلص الجزء الأخير اللي هو المنافسات الداخلية ومستوى اللاعبين وقياس مستوى اللاعبين وتقييم اللاعبين وإن كل واحد كده أنت كتبت وعرفت إن ده وصل للمرحلة المستوى كذا ومستوى كذا ومستوى كذا،
بنوصل للجزء الختامي اللي هو نهاية التدريب. عبارة عن إيه الجزء الختامي بقى؟ بعد ما وصلنا لأعلى شيء في قمة التدريب اللي هو نهاية التدريب، عبارة عن مننزل بننخفض بمستوى التدريب تدرجي. احنا كنا طالعين الأول تصاعدي، استقبال استقبال، وبعد الاستقبال اعداد بقى بتاع ده اللي هو الإحماء، والجزء الرئيسي اللي هو هدف التدريب، وبعد كده نزل تدرجي منخفض بجزء لأعلى. تدريبات خفيفة زي تدريبات البطن مثلا، تدريبات استريتشات خفيفة كده، تدريبات مرونة، بعد كده في حاجة اسمها تدريبات الاسترخاء. هي متاخدة من جزء يعني أساسي من تدريبات اللي هي اليوغا والتايجي في الكونغ فو، ولكن دي أساسية في الجزء الختامي للوحدة التدريبية اللي أنا برجع اللاعب للمود أو المزاج اللي كان فيه قبل ما يدخل التدريب. بنعمل استرخاء بالتدرج بحيث إن اللاعب أنا كان جاي للأول فريش، وصلت بيه لأعلى القمة، بقى وصلت الجهد عالي قوي، طلع كل ما عنده في الجهد العالي، ما أقولوش يلا فينش التدريب، لا، لازم أنزل بيه بانخفاض لدرجة إن أنا أطلعه من التدريب زي ما كان قبل ما يدخل التدريب، بتدريبات الاسترخاء وتدريبات التنفس البسيط. وكذلك نقوم بعد كده ياخد اللاعب الشاور بتاعه ويرجع فريش زي ما كان، وكل الناس توقف وتحيي المدرب، وانتهت الوحدة التدريبية على ما يرام، وكده وصلنا لجزء بسيط من الوحدة التدريبية. وأنا حاولت أختصر بناء على البرنامج اللي كان وضعه الكابتن حمادة عبد الغني. قال طبعا ان كل حد هيكون ليه ساعة الا ربع، حد ليه نص ساعة، هو قال لي بالضبط انت التايم بتاعك يعني هيكون ما يتعداش ربع ساعة، والالتزام بالمواعيد ده طبعا بروتوكول تعامل المفروض احنا نكون متعودين عليه وملتزمين بيه عشان نكون قدوة للسادة المدربين. ورجاء من كل السادة الاعضاء اللي في الدورة التدريبية الدارسين بعيدا عن المحاضرين، اللي هو التزم بكل مناهج التعليم والتعلم، بكل مناهج الثقافة والتوعية والاطلاعات على كل ما هو جديد في المجال بتاعه، سواء كان من علم التدريب أو من علوم خاصة بالعلم اللي هو بيتعلمه، ويتبادل الثقافات دي مع اللي في مرحلته ويرتقي ويتعلم من اللي هم أكبر منه، ويتطلع ويثقف نفسه، لأن الاطلاعات الخارجية بتزودك وبترفع من مستواك أمام نفسك وأمام اللاعبين بتوعك وأمام المجتمع الرياضي. إحنا لنا حاجة اسمها عمر رياضي. يعني عمر رياضي؟ الميلاد الرياضي بتاع أي واحد من يوم ما دخل يمارس رياضة ده تاريخ ميلاده في الرياضة. فأنت يوم ما بتوصل لمرحلة متقدمة بيبقى اسمك عالي في المجال وليكس فيه قوي، تدخل بيه أحسن الأماكن. وإحنا طبعا زمان في بلاد العربية كانت فيه ناس قيمة وقامة في مجال ألعاب الدفاع عن النفس، وليكن على سبيل المثال الأستاذ الكبير أول من تعلم الكاراتيه على يد وكموته في مصر في العالم العربي، وجي مرة عندنا الجيش المصري هنا الكابتن السوري شمس الدين صوفاني، أكيد حد من سوريا يعرف. طبعا الراجل ده مازال موجود لغاية النهاردة، ده يمكن تاريخه في الرياضة الميلادي يعدي 50 سنة. فطالما انت وصلت للقمة وعملت لنفسك اسم وسي في محترم، هتلاقي نفسك معروف في الوسط الرياضي، وكل الناس تحترمك وكل الناس تقدرك وتديك مكانتك وتنزلك المكان الراقي اللي انت تستحقه، وده يكون قدوة للأجيال القادمة، عشان طبعا نوصل لمرحلة يعني فيها الرفعة والعلو بالرياضة في مصر وفي العالم العربي
ده مهم جدا، لان طبعا انتوا عارفين الرياضه هي لغه الشعوب، وهي في نفس الوقت حاجه جميله جدا، بتبعد الناس عن كل ما هو سلبي وكل ما هو ضار للانسان، وبتفيد المجتمع وبتخلي المجتمع مترابط ومتماسك مع الاخلاق الدينيه، مع عادات والتقاليد، مع ده كله من كونه قدوه للمجتمع وللانسانيه في هذا المجال الرفيع المحترم، المجال اللي هو فعلا بيفيد الانسانيه، مجال التدريب الرياضي. واتمنى لكم التوفيق والنجاح والاستمراريه في حضور الدورات التدريبيه، سواء كانت اونلاين او تدريبات مباشره من خلال الاماكن اللي انتم عايشين فيها. ده كله بيرفع من مستواك، وجزاكم الله خيرا، وتحياتي لكل الساده الافاضل المحاضرين من الدول العربيه السابقين ليا في هذا العمل من الامس واليوم، وتحياتي للرجل المحترم صاحب الانجازات في التنسيق لدورات تدريبيه في اكثر من لعبه رياضيه. ربنا يبارك فيه كابتن حماد عبد الغني، عمل دوره تدريبيه في الجودو، عمل دوره تدريبيه في الايكيدو، عمل دوره تدريبيه في الام ام اي، عمل دوره تدريبيه في الكيك بوكسنج، عمل دوره تدريبيه في المواي تاي. فده احنا المفروض نحييه ونحترمه على تضحياته ويعني تقديمه لاشخاص يعني قيمه وقامه في المجال الرياضي، يعلمهم كل من هو يريد هذه العلوم. ونتمنى لكم الخير إن شاء الله بإذن الله، ونلتقي جميعا في محاضرات كثيرة مع أخونا الأستاذ الفاضل الكابتن حماد عبد الغني. شكرا جزيلا دكتور علي مسلم، مستشار العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب الدولي في وزارة الداخلية المصرية، وخبير طبعا دولي في الألعاب القتالية سابقا. ربنا يبارك فيك ويحفظك. الله يخليك، متشكرة يا دكتور، وإن شاء الله نكون ما نكوناش دوفت قال عليك يعني.